مش كل شي بيجي بالهين، الاشياء بدها طولة بال، بدك تعرف اي متى تقسى واي متى تحن. اهم شي دق الحديد هو وحامي، ولما تجمع التفاصيل بيبين الشغل. بدها معلمية. انا حداد وهيدا شغلي. اليوم استوديو كله عم بيعربش اليوم مع كندا بأرض ورد. بونجور كندو. دايما بتفاجئيني شو معقول تقولي؟ معقولي مثلا كل يوم كون نفس الشيء؟ مش اكسر لك الروتين؟ اكيد عم نعربش. ايه مش مشكل، بالعكس بس بأناقه. ايه صح، لانه اليوم رح نحكي عن اداره. اداره اي في، هيدا هو اسبا او اديره هالاداره، والله بتعربش وين ما كان. بس بالعربي كلياتنا بنعرفها عربيشه، وقت نقول عربيشه بيشمل كثير انواع من النباتات يلي بتعربش مثل ما قلت غيدا. والاداره تعتبر من اكثر انواع العربيشات أناقة عن جد، كتير عندها شكل كتير مرتب. يعني عادة بس تقولي عرباشة كتير بتخافي انه رح تعمل فوضى، بتطلع بشكل عشوائي، وانه بدها تعبي كتير محلات وبتهرهر وكل هاي الاشياء. هدول كلهم مش موجودين بالادارة يلي مثل ما شايفين ورقة كتير شكلهم حلو، كتير شكلهم مرتب، كتير طريقة نموها كمان بتطلع حلوة، بتطلع مصفصفة يعني كتير وكتير حلوة. وعلى كل حال هي واحدة من النباتات يلي بيعتمدوها كتير خاصة بمناطق محددة من أوروبا، إذا بدك بإنجلترا ببوكيات العرس، وهالشي تيمنا بالليدي دي اللي كانت مستعملتها بالبوكيه تبعولا يلي كانت طويلة كتير، كانت من أغصان الإدارة يلي هي بتعني البروسبيريتي أو الازدهار، وهيك بتعطي كتير أمل لقدام بالحياة. فإذا إدارة مثل ما شايفينها ورقة يلي هي عادة أكترية الفرايتيز أو الأنواع يلي بتبقى موجودة، هي منقول لوبي، يعني في بقلبها الورقة تبعولها مقسمة مثل ما انا شايفينها، بتبقى فيها مثل الأسهم، يعني أكثر من قسم بالورقة، شكلها منه الورقة المدورة يلي عادة منشوفها، وهذا اللي بيعطيها الشكل الحلو تبعولها. بس تكون الورقة صغيرة بتكون كتير مبرومة مثل هالورق يلي قدامي، يعني ما بتعود منا بين الأقسام تبعولها، وبس تكبر كمان بترجع بتدور. يعني الأوراق يلي منلاقيها أكتر شيء عندها هالراس هالسهم يلي شايفينه، هي الأوراق يلي هي ناضجة وصبية، حجمها متوسط وصبية بعدها، بعد مش الأوراق يلي هي كبرت، ترجع ممكن أنه تخسر من هالزوايا الحادة يلي بتشوفيها بالورقة تبعولا. هلأ أنا عندي الأنواع يلي هي خضرة بس بس اليار أو الإدارة ممكن نشوفها بالألوان مختلفة، ممكن تكون اللي مسميها البناشي أو المرقشة اللي هي بتبقى أو على أخضر وأبيض أو أخضر وأصفر، وبيتفاوت حسب الفرايتي أو النوع قديش اللون موجود فيها، وبيتفاوت كمان كيف شكل الورقة. يعني في أنواع بتبقى أكبر من غيرها، في أنواع بتبقى أصغر، مع السنين يلي هن أو الأسهم يلي هن مبينين أكتر. فهيدا هو التنوع يلي موجود بالإدارة. بس نعرف شغلي انه الفرق بين الانواع مختلفه كلها هي قديش حاجتها للضوء للشمس. كل الانواع اللي هي ملونه هي بحاجه للضوء اكثر، وهي بتنمى افضل بتربه كلسيه. فهذا الشيء بيناسب كثير من المناطق يلي عاده تنزرع فيها الاداره. فاذا كل ما تكون ملونه كل ما بتحب الضوء اكثر، لانه بدها تعوض الخضار يلي ناقص من الالوان الفاتحه يلي عندها اياها، وبتكون بتنمى اكثر بالتربه الكلسيه. هالشي بيعطيها اللون اكثر، اذا كان بتزرعيها بتربه حمضيه بتصير بتخسر اللون، وبيرجع اللون الاخضر تبعولها عن جديد. عاده وين بنشوف الاداره؟ بنشوفها بجنينات، بنشوفها بالبيوت كمان. بالجنينات ممكن نشوفها كغطاء على الارض، ممكن نشوفها ك
على البيرغولا ممكن نشوفها على الحيطان، ممكن نشوفها على الأشجار يلي هي بتبقى عارية ما بقى فيها كتير ورق، أو حتى يلي جذعها كتير عالي والوراق تبعولها هن فوق ممكن تعربش عليها وتعطيها غطاء حلو كتير كمان. هالشي اللي بخليها تمد وين ما كان على الأرض على الحيطان هو بسبب هالجذور يلي منشوفها على التيج أو الأغصان تبعولها يلي بنسميها الجذور الهوائية يلي بتبقى موجودة على كل، نفرجيها بشكل واضح، بتبقى موجودة على كل عقدة بيكون في عندي بوكيه من الوراق، وبيكون في عندي جذور صغيرة بنسميها الجذور الهوائية بتخليها تعلق تتكمش على المحل اللي هي بدها فيه. مش سبايدر مان يعني بدنا نسميها شو؟ مشان هيك كمان غيدة وقتها بتمد على الارض ممكن كثير يعني تكون مبلشه بنبته وحده او نبتين ومش لازم انه كثير نقربهم لبعضهم، مع الوقت بتصير بتعبي وهي وماشيه على الارض هالجذور يلي بتلاقي محل رطب وبتلاقي تربه موجوده بترجع بتغرس بالجذور بيصير في عندك شتل جديد، يعني هي بتشتل حالها بحالها بس تلاقي انه في مجال لحتى ترجع تنمي حالها وتعطي نبته جديده. مش هيك مع السنين بتصيري عن جد بتحسي انه غطاء كامل موجود، خاصه انه الهدارة من النباتات يلي ما بيهروا ورقه ولا بالصيف ولا بالشتاء. هلا بالشتاء ما بتنمى كثير ما بتعطي ورق جديد، ولكن ما بيهروا ورقه بتضل منظرها حلو على مدار السنه، بتضل عطيتك هالغطاء الاخضر. اذا بدنا نحكي ب عمليا شو لازم انه كيف لازم نهتم فيها لهالنبته، لانه لهلا ملاحظينها قديش هنيه وعمليه وحلوه ومرتاحه مع حالها وبتعرفش في المكان، بس اكيد في امور واحد لازم يراعيها. مزبوط، بس مش كتار يعني. انا جاي بدي هيك شوي انه اعطيها شوي بركي اهميه، انه بدها شوي منا كثير من من النباتات الصعبه، من النباتات يلي كثير سهله مشان هيك بتنمى بسرعه كثير. الاشياء اللي رح نقولها هي اشياء لكل النباتات عادة. بدنا أول شيء قديش الرينج تبع قدي بدها ضو بيتفاوت حسب النوعيات، مثل ما قلنا النوعيات يلي خضرة بتقدر انها تنمى بالجنينه بالاماكن يلي هي كثير في، بينما النوعيات يلي هي ملونه بتفضل الشمس اكثر، بس ما بيمنع انه حتى هالنوعيه يلي هي خضراء بتقدر تنمى بالشمس بدون اي مشكل. الفرق بيناتهم انه بصير بدها مي اكثر، ننتبه بس انه كميه المي بتزيد، ولكن بالاماكن كلياتها بتنمى القدره بشكل كثير منيح. هلا عاده كمان مثل كل النباتات منا من النباتات يلي بتحب كثير المي، عندها كثير شروش، فاذا هي بتقدر انها تنبش على المي بكثير يعني في عندها كثير، مش سبايدر مان سميتيها، عندها كثير شروش تنبش على المي بتلقط المي بسرعه، بتحب الرطوبه اكثر. مشان هيك وقت بنكون زارعين القدره او على الحيط او على الارض او على الشجره كمان، اذا واحد بالنبريش هيك بيعطيها مي بتفرفح كثير، لانه بتحتاج لهالرطوبه تاخذها دغري من الوراق اكثر ما انه من الشروش يلي هي على الارض حواليها. هلا كمان من الاشياء اللي حلوه فيها انه مثل ما قلنا هي اذا كانت على الارض وعم بتشك بترجع بتعطيكي نبته جديده، فينا نحن كمان بالبيت نزرع نبتة الإدارة ونرجع نشتلها، فينا حتى ببو عنا بالبيت بدون أي مشكل وبطريقة هينة وبكل الفصول، ما عندها فصل محدد نقدر إنه نزرعها فيه، لأنه شو قلتي كمان هنية ومرتاحة مع حالها، مرتاحة مع حالها وكل السنة شغالة كل هالأشياء هيدي ونشيطة ونشيطة. شو بدك أكثر من هيك؟ ففينا قلت لك قديرة هالهدارة هالهدارة كل نبتة بسمي لك إياها اسم أنا فرح ناخد غصن نقدر انه نزرعه. اوكي نختار واحد يعني بيكون منيح كله كنده، هلا لانه دائما بتعرفني كنده ما لي قلب، بس تمسك المقص وبدها تقص رح تشوفي هلا هون هون بتشوفي انه الجذور يلي موجودين، هيدا مثلا غصن قديم. اوكي اوكي بتشوفي انه الجذور يلي موجودين موجودين يعني بتشوفيهم بشكل واضح، بينما الاغصان يلي هي طريه اكثر بتشوفي الشروش بعدهم اول ما عم بيطلعوا، ما بعرف اذا مبينين على الكاميرا عندنا كمان، اول ما عم بيطلعوا
اوكي كل مين بنختار؟ بنختار يلي مش ضروري يكون في عندي شرش موجود، لانه بس نحطها بالمي رح ترجع تفرخ بسرعه. ودائما الغصن الطري هو اسهل، بما انه عم نقول بكل الفصول بنقدر انه نزرعها، دائما الغصن الطري هو يلي بيكون ناشط اكثر. هلا هون في عندي كمان بوكيات موجودين، مش كتير مهم وين بدي اخذ، رح شيل الطرف يلي هو بيقدر يكون منزوع لانه بيقدر يكون دعسنا عليه او اوكي بس مش لسبب تاني. اذا كان عندي نبته الطرف تبعها منيح ما في مانع انه ناخده، ورح نقي عقده حسها انه ليكي شو حلوه فيها اوراق جديد وفيها عم بشوف البرعم موجود هون وفي مجال انها ترجع تفرخ عن جديد. بخلي لها شوي حمايه تقريبا سنتيمتر وبقص بين العقدتين. اوكي هلا هيدي رح خليها بقلب المي، انا اليوم رح ازرعها بالمي بس نقدر مباشره نزرعها بالتراب وبنقدر انه نحطها بقلب المي. هيدول رح شيلهم لحتى ما يعفنوا بقلب المي، هيدول كمان رح شيلهم. اوه زعلتي؟ زعلت بس انه صفا فهمنا عليكي، مش انه ليش كرمال شو؟ رح شيل كمان هيدا الغصن يلي هو رح يبس، عم جرب قد ما فيني شيل الخضار يلي هو موجود. اوكي هلا الافضل انه نحن ما بنشيل الورقه كامله، لانه هديك مره سالوني ليش وقت زرعنا شلنا نص الورقه ما شلناها كلها من فوق. اوكي بنشيل نص الورقه لحتى لا هيدا اذا صار كندا لا 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 لحتى نخفف قد ما فينا من انه النبته تاخذ مي وتسحب مي وتسحب غذاء. بس بذات الوقت هيدا التيجه اللي موجود بخليه لحتى يضل حامي البرعم يلي هو موجود هون. اذا بنشيلهم رح شكها بقلب المي نرجع بشوفكم جمعة الجاي. هيك بنشكها. اوكي انا حطيتها بمي بسيلوفان هيك بتضلها واقفه مزبوط. اوكي في عندي عقده وحده بقلب المي او حتى عقدتين ما بيأثر، هي العقده الثانيه كمان والباقيين هن فوق رح يعطوني ورق، اما اللي تحت رح تشرش من خلاله. اوكي شكرا كندا. ونحن بنشوفك بنرجع ان شاء الله بعقيل عالم الصباح. رح نتابع محطاتنا كل الاشخاص اللي ناطرين كارمن فيكم تتصلوا فيها مباشره على الهواء بعد لحظات، خليكم معنا.